ابو دوي يحس محمد بن الحمد شرايح بصل معه ها قطع شرايح بصل معه فان طاقية طيب كوري شاكر متعصب رياضي انا اعصب عليك بس لا تودعني وانا من طيب يطق الباب ولد ولد اسمع اليوم تبي تسوي حمضيات انت اليوم نلعب لعبة لا باخذ بس اليوم نلعب لعبة حلو اتحداك تلقاني انا وعزوز مسكر عزوز مسكر مطق معك انا بداك وانا مطق معك انا بداك اتحداك تلقاني اتحداك لما ذا لما ذا عندك لما ذا عندك خله خله يا انا ترى هديك انا نايم هناك مطق معك بلا اعطيني مكس مكس خاص بدرجة الحين عنا الحين يقيمون سفر يا رجل خلصوا ولا سرنا إيه شبعنا شبعنا كم شبعنا خلصوا خلصوا العشاء ولا سرنا مهلل مقابل الجيش ولا مقابل عيش مقابل عيش ولا مقابل الجيش يا أعدل فيه مقابل الجيش بملحم 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 يقول مقابل الجيش ولا مقابل العيش مقابل العيش ولا مقابل الجيش مقابل الجيش ولا مقابل العيش مقابل تبي مقابل الجيش جيش انا غالب العيش طيب انا حول قدره بالله لما نملوا الشباك انا مقابل الجيش ولا مقابل العيش مقابل العيش انت واضح سم الله يحييك ايش ناكل يعني قشره انا كاسي فاضي بما انك ما عندهم شيء عد الاكواب تهرب لنا عصير هنا اليوم تهرب لنا عصير هنا دبه هذا الحين هذا الحين مقبول انزام يلا هاي ها شنو تدري ليش اسود لا 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 تدري ليش اسود يا اسود لابس بشوت هنقزلها شوي ليجي عشاء يلا هاي ها لا لا خلوا يجرون الصوت خلوا يجرون الصوت دنق 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 حياكم الله شو 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 انا تحتك مهزل تدري وش يقهرني لا جاء وقت العشاء اختفوا والله ناديته صيحت عليهم صيحت عليهم خلاص من يبي شطه يا فضل محمد خلاص اللهم اني بريء من ذنبهم لا 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 ابو بندر وين وين ما قلت ما قلت انتم ليش العشاء تختفون الله يهديكم له ساعه ها ابو مش علي نجيكم دا تكفى نقوزه ابو مشعل تو منزل ما توازع وازع يلبس وازع عين اكله كل طير اي انا وازع كنا عم نخوي وبيع صحن ثاني بعد يلا اقرب ما حد ينادي ولا شيء صيحت عليكم ساعه ولا يا تصيح بدون صوت الظاهر سامعني محمد جبيب محمد نزل وازع محمد ملحم ما حد يبحر ولا حد ينادي لا حد يبحر يلا على حالك النوسه ما سمعته ما سمعت شو ما سمعت ما يبدل ايش رايكم اه طبخه عاديه مو شيء والله قم والله ونعم بيض الله ونعم شو كلمتي يعني بيض الله وجهك ونعم بس اختصار ما عندنا سؤال ابيض ما عليك طول عمرك يا ابو عمرك طول ابو معجب احنا ما شاء الله رايجين نحترم الوقت نعم. انا وانس نحترم الوقت نعم جينا قدام احلى شيء جينا قبل ما تدري اللي يحترم الوقت هذا اقدر التقدير واقدر اللعاب بعد اللي ما يحترم الوقت قدر الجميع يعني. خلاص 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 يلا يلا خلاص لا 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 والله انا طالبك لا
ما في شطان. ما شاء الله ما شاء الله. يا ولد الشطة يا ولد. تمويه تمويه. بندر. ويش؟ يبدو لهم ما تبغى الشطة، تبغى شطة. بندر. اترك الشطة بس تعال. تعال بس تعش. ما لك حاجة للشطة، خلا شطة تمشي. ما في شطة، خلا تولي. خلا شطة تمشي. ما عندنا. وازع داخل ابو احمد مشى عليه ما يبي عشان وازع ما يبي وازع ذبحت البساكين انا اشهد امي ذبحت البساكين والبيبسي ما هو زين لك يا ابو مشعل يا وليدي الغالي ما يصلح لك البيبسي لا لا لما ذا يكسر عظامك ابو دويحس ما يصلح لك البيبسي انا حاطه كذا بس شكل وازع وازع ذبحت البساكيت دائما هاوس خلاص عرفنا تعال ما قل لك زي مره وش تقول ابو معجب اقول لك لبى والله خشمك خلاص خلها خلها اي والله وعلومكم ما تضج يا اطوار اما عاد لو يجينا لحم اما لو يجينا انتم ما جربتوا كبسه بلحم الحاشي لا ايش رايكم بكره بكره اجيب لحم حاشي كم كيلو؟ ها 6 كيلو 6 كيلو جبت حينيه معاه اوه هذه اخت ال هذه حق التمر الطعميه تاكلها مع لحم حاشي؟ ايه ويلي اكلت الرز مع التمر ما جربت حينيه حاشي باكر ما قد جربت ما قد جربت تقوم نص ما في قد فاضل ما قد جربت ما قد جربت تقوم نص ايه اسمع 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 ما قد جربت تقوم نص اي والله جرب اقول يا شيخ احدكم قد جرب يا شاي مع رز ايه ايه علمه الاول كنا نجرب اللهم لك الحمد ايه بعد العشاء لا لا مع لا مع الغداء هو يعني نفس كله بالبطن يعني انا احب اكلشه مع الرز انا احب ذبحتك البساكين ذبحتك البساكين يا ولد اكل بسكوت طاير ويجي لا ذبحتك العصيرات ولد كل شيء يغذيك ما في زبادي يجي لو في شيء ما حد جايب لك لو في اندومي جبت لك والله شرع علي وصى بيبسي وحمضيات ووصى بزبادي والله اني قلت ايش تبون ايه صب لهم جاي معك كوب الوازع يا محمد محمد الحم كوب كوب حمد ملحم حمد ملحم ادخل بمخه كوب كوب ما اسمع عليهم جاهنا لا 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 عقبت يا رب ما يضيف اللي جمع يقوم ايه ايه وقفت على الصحن ذا وقفت على الصحن ذا قد قمت قمنا من البطحات قبل الضيمان بعد قوموا يلا اللي جمع يقوم ايه قم باقي لي شيء وشو انت ودكم ولا ود؟ طول يا اخي بيسال شلون؟ ايه تفضل والله بخاطرك تسولف من زمان ليش تسولف بشكل هادي؟ ليش تسولف بشكل سالم؟ حلوة حلو مستواك كل ما له ينزل يا ابو هذا اخر حد اني وصلت
والله شليت ملي ما يبي يقول معي كانك تتكلم واحد من ربع منو من اللي كلم الثاني الحين الحين المعروف لا يعرف ترى يا الرب قل له ايه تحاكى سولف معك كانك تسولف مع واحد من ربعك هو الحين سولف مع واحد من ربعك انت سولف زين الحين واحد من ربعك لا 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 عطى كلمات اعطيك نظرات كيف انت؟ طيب هاي مين هاي مين بيبي مواجهه مواجهه وش حالك؟ حال طيب حال ربع حال جماعه حال حلال شلون؟ مهيرة هاي لا مهيرة اي شيء مبهم اي شيء مبهم بالله من جيدة بحب انا وما رجعت بتراجع يا رب احد بيتزا عندك كل ما عندنا شيء احنا باح عندنا باح جد الله عليكم جعله بالعافيه بيضل وجهك يا ابو فلاح على الطبخ على طبخ مبارك وانا وياه واحد بالعافيه امس اليوم تحت ابو فلاح كانك مدحت ويلي بالله نقدر راسك اختبار الاخوه شفت كيف جحوا فيه صراحه عدوا المرحله اللي بعدها يلا طبخات المرحله اللي بعدها ماليه بدرو دراهم دراهم زي كذا بلا تعطيني فلوس اعطيك لي روح لا نجحت فيها ما شاء الله خلاص تعطيني فلوس جوله ثانيه جوله ثانيه تجاري بحت فايده اعطي اسلفك لا تبي دين تبي فهقه والله ونعم لا لا اي انا اقول انعم هذا تبذير يا ولد عطني كلمه واحده مدحه واحده بعدين مدحه ثانيه الحين وانعم اختصر يا اخي الله يرحمه لو الناس يقولوا انعم هم يقولوا وانعم وانعم انا ورد انعم يعني مثل اللي اكل ولقى عندنا اكل عندنا باختصار عندنا يا علي انعم انعم يعني اسكت وكل احنا نقول نعم بعد بس انا اختصرها نعم خبرنا خبرنا مقطع الهندي اللي قالوا وش اسمك قال محمد انا امل حق قال له ذا محمد ايش؟ قالوا انا ام الحق قالوا نعم ونعم قط اوه نعم ما في بيبسي يطلعنا ايه مثل اللي يقول انعم واكرم انعم واكرم هذا كلام مثقفين يا مال الجو وكلام هذا لا عاون عشان صب تعاون شلي؟ شطة تبي شطة ولا شطة؟ إن كان تبي الشطة أبشر بها أجيك هل ولا تبي الشطة؟ مش طب مش طب طي مش طب طي علاوي سب هو سامن ها؟ هو سامن شلون يعني هوزن هذا ميزان عندك أنا بالله ضحك من قلب الله خيرك كثر الله خيرك رحم الله والديك وأنا قوم جاني ما خرب منك اي لا بالله ابو عبد الله اذا قدامك قال عطنا ميزان واللي ينزل وزنه في وقت معين له درجات اخول اخور لا 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 خذ بليش ليش اسبوع اللي ينزل 50 كيلو والله فضل ينزل وزنه في اسبوع يعني نزل اقل وزن يعني نزل 5 كيلو 6 كيلو يكافئ حصان من براين اخويا والله يا رجل مقطعين دخلين وقت اللعب دقق كلهم نحيفين اقل وزن ياخذ قرض والله ضحك ضحك يعني حلو والله حلو النكته حلوه ترى لازم سلطان ولا يجي على قوم ولا يجي على هدو تمام يا هدو يا رجال عيون دخلنا لونهم طلوا ان شاء الله ولا تم منها الابراهيم انا كنت شايف تدخل ابراهيم جارية دخلت وطلعت يا ربي لا يا الله يا ربي يلا يا ربي تغير لنا ثوبك نعم انا بودي اقول مستحي منك لابس كاكاو ميرو شو؟ كاكاو ميرو اللي قالوا درباز شد حيلك حيلك شد يوم قال لي داخل يوم محمد وازي شد حيلك بجاي الصلاه ريق العفين يا ولد شد حيلك جاني هبوط في ارض الشمال يا رجل اذا انا احزن اللحظه اذا قال واحد يدخل ابراهيم هم كان ابراهيم تحس انها كانهم وادع اي يا اخي عزاز انت صدقت يسال واحد يجربها انا كنت جربتها بعد انا عندي راي
عندي راي اللي الى شو اللي دخل راي هو مكان راي ندخل بالحين يلا محمد انا صرت اتسبب فيه اللي ياخذ حصانه نربخه ليه وش ذنب الرجال اللي دخل علم رجال مسكين مسافر ابراهيم على طول علم ايش ذنب الرجال الرجال اللي داخل ذا طالع مسكين بس ايش ذنب اللي طال عمرك تجي حصانه يصوت ولا طال عمرك تربخه ايش ذنب وش ذنب اللي يدفع دراهمنا لا لا خلي كذا هو اللي لك حصان يا حصان نعم الله عليك خلني اعرف رايك اجرب قدرت رايك اي والله قدرت والله قدرتها ولا ابي فرقع عشان كذا انا متمسك بالحصان ابي فرق ذا البراي افرق بيني وبينها افرق بيني وبينك كل ابوها انت وين الحصان نعم الله عليك به ببس لا ما هي ببسي راح تجي تسوي بقال وجيت نعم الله عليك ابو عايش عافية الله يكثر خيرك ابو عايش عافية ابو فلاح ايه يوم خليت الدجاج عظام قمت وجهك ابو عايش كون رز الحال شوف 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 عزول ابو معجب عندكم دجاج عندكم دجاج؟ أجرب طب ليه الضرب؟ هي بيت عندكم دجاج أبو معجب؟ أبو معجب؟ أبو معجب أبو معجب وشنو؟ أبو معجب وش تقول؟ أبو معجب أحلى دجاج أبو معجب أقول والله أحلى دجاج ابا قلبك يا طائر النور من اللي سولف هذا اللهم لك الحمد لك الشكر يا حبيبي انت وين عيان 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 حرام عليكم ليه وينك وينك رايحين وينك وينك لا لا عندنا عليان بس يهمك دجاج ما فيه في بصل اعطوني بيبسي نواف شيخ وقفت متى كنسل لبي وانا ما احبه عفوا انا ما ادري وش بس المهم بيضل هوج شوف الساعه شوف الساعه شوف الساعه شوف الساعه شوف الساعه شوف الساعه الساعه بندر شوف الساعه شوف الساعه بندر شوف الساعه بندر شوف الساعه بندر عطى هديه تقول لها ما شو الطريقة اي واحد يلا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة أشكرك يا صديقي جديد يا وجه الله عندك يا ابو مسعود عندك ايه يا ولد هذا الشاي تعال اعطني قدر اعطني هذا انت مشتغل مهدي
وش هو؟ شاهد الكبسة. ها؟ ولد ما شاء الله عليك عليك شغل. لو انك شبعان تاكل غصب. كيف انت؟ انا اتكلم عن هذا، انت تدخل كذا ليه؟ طيب سؤالك انا اختصر لك. هذه ولا ذي اللي عجبك؟ هو ما ادري تعشى منها. انت جلست معنا في الصحن هذا ولا الثاني؟ قال لك ما تدري يا بندر يا حبيبي. يا تقاو 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 يا سلطو رجع قال له براد مخدر. يلا ما في مشكله، يلا خبر خبر يلا. بتكلم عن عيني اللي بغيت اللي فقعت هذاك اليوم. واضح انكم تبون خذها كاش. تبون خذها كاش؟ هيا خذ لك برم. برم سكتت انا على عيني واذا كنت قريب. اوه عطني 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 شو اسوي هكا ايش هو؟ ايش تبغى انت؟ عطني كسار. ايش هو؟ كسار. حق الشاي. هذا شاهي محمد الحربي بيض الله وجهه. اجل الله لا لا جاني محمد بن صقر خال فارس. محمد بن صقر الحربي خال فارس. سالم انت رجال ما شاء الله عليك. اللي لك اي والله سال ابو وسر مقومنا على ساق من يوم بدينا وانت مشتكينا بقهوه والشاي والدنيا والكبسات يعني عمرك طويل حالك جميل الحاجة اللي تبرق من الحجاج قدامها شايب عند البلاق الصبي مو بلاق العود ذي للعود هذا ذلك بس بقناسة انك اكبر يعني اكبر مع ان كشخة كانت كشخة تاكسي اعطونا البطاقات بس